السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعت في فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي الشاحنات. وعدناكم بالفيديو الماضي امبارحة بفيديو فورتنايت إنه اليوم رح ننزل لكم فيديو الشاحنات ونكمل لكم قصة القلم مع الصهر العزيز إن شاء الله. طبعا أنا هلا سويت مراجعة على القصة أو تذكرت إنه أنا وين وصلت بالجزء الأخير بالقصة، وطبعا ما خلف الكواليس خلينا نكمل أحكي لكم إيش حصير بقلب اللعبة. ما خلف الكواليس أنا اللي عملته انه رحت اشتريت مرسيدس بس خليني اورجيكم شلون شغالة. شوفوا شلون اسمها البفيل برام، شوفوا معلم هيبة. بس طبعا الشمس ما طلعت فكنت متوقع بلكي يطلع الشمس. طبعا هون هنا في جهجهة الضوء مثل ما يقولوا، الساعة تقريبا 3:00 الصبح، يعني بنتهي الوقت تقريبا مثل الساعة اللي عم بسجل فيها. المهم فاليوم بدنا نكمل لكم القصة، وطبعا الحمل انا اخده قريب ان شاء الله شد المسافة شغلة ساعتين، يعني حتى الفيديو الماضي انا طولته كتير فلذلك الفيديو هذا رح اقصر لكم اياه ان شاء الله، وما رح يكون طويل ان شاء الله. حتى الطويل انا رح اقصص منه وما رح اخلي لكم اياه طويل، يعني ما بدي ازعجكم وانتم عم بتتفرجوا. تمام، طيب خلينا نتكل على الله ونشغل سيارتنا ونتيسر ونكمل لكم. وين رايك تمام، وخلينا نتيسر ونحكي لكم اخر المستجدات. طبعا انا نسيت افرجيكم قمه الكراج، خليني افرجيكم بس ما مبين المشكله، يعني شوفوا شلون دويليب مظبطهم، ركبت لها قفص السياره هيك بس ما مبين. طبعا الحموله هي يسموها الحموله الثقيله، ما افهم اعرف شيء. المهم خلينا نتيسر وناخذ طريقنا ونطلع. يا رب طبعا انا فتت توني اونلاين، ما بعرف انا بفوت اونلاين هن بيسووا لي كيك، يعني كنت عم بسوق السياره عادي نظام اشتغل كبوني برا. ليش قال كتب لي انه انت ما عرفت سويت كبني برا. المهم نكمل لكم اليوم ايش اخر اللي صار معنا. ابو طلعنا رصيف، اخر قصه الشاب اللي طلع معي. طبعا هون احنا اذا بالفيديو الماضي اذا انت ما كنت شايفه روح شوفه، تقريبا طوله نص ساعه حكيت القصه تقريبا كلياتها، بس اليوم حنهيها ان شاء الله لانه ما ضل جزء طويل من القصه، ونتشارك ايش رح نحكي بالفيديو الجاي ان شاء الله من قصص. تمام، بس خلينا نثبت السرعه 80 كويس ممتاز هيك السرعه لان احنا بقلب البلد. نطفي البرام يعني سويتش الصبح. تمام، المهم هذا بعد ما فضينا الاغراض جيت لعندهم فضين الحمل فضين البضاعه فضين كل شيء. قلت يلا خيو بانه هيك انا بدي اتيسر بدي اروح، بدكم شيء توصوني بشيء؟ لا نانون حاسبونا. طبعا مثل ما حكيت لكم انا بالفيديو الماضي كان بدي اروح على مدينه وبعدين رحت على مدينه ثانيه، لو بعرف هيك ما رحت بالاساس. المهم فقلت لهم انه هون في فرق وهيك كذا، قام قال ان احنا ما لنا علاقه. فشلون يعني انتم متفقين معي لهنيك؟ شلون جايبين لهون؟ قال ان احنا ما لنا علاقه، انت اجيت، مين قال لك تجي؟ كان وقف السياره ولا تمشي. قلت له بجد؟ 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 انا رفضت عليكم، قلت ما بدي اتناقش معكم بموضوع انا موجود هنيك جايبيني هون عم تقولوا لي يا ريتك هيك وحكي هذا ايش حكيت؟ قال والله هذا الموضوع انا بالمانيا والله ما المهم نانو خير ان شاء الله. المهم بالاخير اتفاصلنا اخذنا منه حقه بس المازوت، وحق المازوت طلع كمان ما معه مزيد حق المازوت، قال لي ببعث لك اياه على عنتاب بعد 4-5 ايام بين نصير معنا شويه مصاري. نانو طيب خير بارك الله الله يعطيك العافيه. المهم يا شباب يلا خيو بدي انا اروح تيسر. السلام عليكم، إن أنا شغلت السيارة بدي مشغل. طب وبالك طب وبالك وين رايح؟ قال لي ايش في؟ قال الشاب بده يرجع معك على عنتاب. ايش في؟ يا ابن الحلال هنا عنتاب هنا ما عنتاب، انت وين رايح؟ ايش عنتاب ما عنتاب؟ قال بدي ارجع معك على عنتاب، انا عندي شغل وما بقدر اضل هون. قلت له نعم، انا مالي حاسب حسابي انه انت رح ترجع معي، انا حاسب حسابي انه بدي اروح اخذ راسي وانام. قال لا بدي ارجع معك. المهم يا شباب على سيرة برجع معك ما برجع معك، قلت له لك يا حبيبي بدي ارجع معك ما خرج، وانا ما عندي اساسا هوية هون، هي شو اسمه هون هو اسم الهوية باللغة التركية اسمها كملك، انا معي كملك وما بقدر ارجع بالباصات، وهو اساسا ما بده يدفع مصاري مو هيك القفلة. فطيب انا هون وقت تركب معي طول الطريق بين وصلت من المدينة هي الأولى لماردين بارك عم بفكر انا تعبان بدي نام، هذا وين بدي اروح فيه؟ والمصيبة هذا يعني مصيبة. المهم فقلت مالي غير اطقطق عليه بلكي بيطفش مني، هلا بنص الطريق بيفتح الباب ويروح.
المهم بلشت سألته قلت له انت ايش وضعك، احكي لي شلون شلون ضابطين بعضكم، شلون تعرفت على البنت؟ قال والله بحبها. اول كلمه قال والله بحبها. جميل. قال حبيبتي. مين حبيبتك؟ البنت اللي معي. قلت له ايوه. قلت له يعني ما اخذت هيك؟ قال لي لا والله بحبها. ولا شلون احكيها؟ لا والله والله العظيم بحبها. يعني هي مثل شلون يحكيها بلهجتون اللي يطلعكم كذا الشطا. والله هي شلون طلع؟ والله هي نهنوفة قلبي. هي نهنوفة قلبي. لا قلت انا بقول له ايه تمام ايه احكي لي كمل لي شو. قال لي والله والله يعني انا يعني كنت انا وياها هلا كثير انا مزعوج زعلان لانه هي طلعت من انتاب. كنت طول الليل انا وياها نسهر نطلع على السطوح نسهر معها بنصرف من الشغل تبعنا كاس شاي برو. قلت له انا والله يعني عاشقا انا عايش قصص حب. قال لي قلت ان شاء الله شلون تتزوج ان شاء الله؟ قال قريبا ان شاء الله، يعني كان محدد له على اساس 6 اشهر بس لاني راحت يمكن حط معه سنه او سنتين. هو زعلان قال يعني سالته انا فهون في خضم الحديث سالته كم عمرك روحي؟ فقام قال لي 15 سنه. لا مو 15 18 قال لي 18 سنه. قلت له عمرك 18 سنه؟ قال ايه. قلت له ما شاء الله اوكي تبارك الرحمن الله يحميك لامك وابوك. قلت له والعروس المصونة كم عمرك روحي؟ قال لي عمره 15 سنة. تتنيناتكم ما شاء الله كان والله بتعيش عزوز الحب ومزوطين. ما لي والله بعبة والله بعبة. المهم وبرش يحكي لي عن قصص الحب تبعته وياها، وطبعا ما راح احكيها لانه قصص حبه بحكي لكم اياها بس، ولكن بغير قصص ان شاء الله بحكي لكم ادخلكم اياها بقلب بعضها لاني ما راح اوجهها بشكل مباشر احكي لكم اياها. تمام. المهم فنحن طول الطريق عم نتحاكى ونتناقش وشلون وش عملت وكذا والتفاصيل هاي. بس انا هون بصير اوصف لكم شعوري انا من التعب. يعني هلا شوفها بوصل لكم اياها هيك انا ماشي هيك سيارة كتير برد ارجع هيك برد اجي هيك اصف برد اسوي هيك بدي ادخل الطريق ادخله هيك 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 ادخله من كتر ما تعبت ونسيت. المهم انا هون وصلت لعند قبل مدينه غازانتاف في مدينه ثانيه اسمها اورفا. تمام. اللي هي اسمها شارلوف اكس. المهم وصلت شارلوف فوقفني الشرطي في حادث وقفني قال وين رايح؟ قلت له رايح بتيجي عند تاب. قال من وين؟ قلت له من الطريق الخارجي. يعني في طريقين، هو طريق خارجي وطريق يعني طريق مر من نص المدينه، في طريق هيك لف من فوق وبينزل. لا من الطريق هذاك ضروري عليك لو ذكرنا ذاك الطريق كمان. اذا كنت من الطريق هذا لا تروح لانه الطريق مسكر عشان ما تزق حالك. لا تمام شكرا الله يعطيك العافيه كمل. المهم انا هون تقريبا عندي شيء 150 كيلومتر او 200 كيلومتر بس من التعب انا خلاص يعني هيك صرت امشي. المهم وصرت اخفى على الدركسيون قمت في استراحه دخلت فيها ريحت جسمي بركت نمت لي شاط نص ساعة صح صحت وهو لساته بارك جنبي. أنا هون يا شباب من الجوع استويت. شايفين هذا؟ أنا كنت عم بتخيل إنه قدر يصير فيني. الحمد لله ما صار معي شيء. إيش بهي؟ أنا عصيني. كلام سليم يا لطيف. على نحكي عن حوادث وكان حوادث. الحمد لله كنا بالله بما كنا بالواقع. المهم يا شباب قلت له المهم فهو الشاب هون في شيء نقطه كمان بكون اياها. الشاب وقت طلعنا من انت من هنيك من المدينه اللي كنا فيها فهو ما اكل. تمام. ورحنا ما اكل. تمام. والطريق كله انا هون عرفت انه هو مو اكل من كتر مالي مزعوج وانا اكلت مو نزلت رحت اكلت ورجعت عندي فهو كان عم بينزل هو ما اكل ففورا انا رجعت فانا شغلت بدي ارجع فرجع معي فجاع بشكل يعني مو طبيعي. الولد صار بالاراضي صار يعني من الجوع هيك ما بتتعمل عليه. المهم اللي ما بدك توقف في استراحه ناكل؟ قلت له لا مالي واقف انا بدي ضل ماشي لانه انا اذا وقفت بدي اتعب واذا تعبت ما رح نقدر نوصل عند نفس النهار. المهم ضليت ماشي 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 بالاخير انا تعبت فبدي اصف. المشكله بدخل بكازيه ممكن يدبح على ياكل. المهم فكان جامع دخلت عليه حطيت راسي
ونمت. شغلت نص ساعة ما بعرف منين رايح جاي بأكل وجاي. أوه أنا وصلت المدينة، شكلي وصلت الحمل، وصلت الحمل. فهو ما بعرف منين رايح جايب لي أكل وجاي، جايب الأكل، جايب أكل بطاطا وما بطاطا، المهم لا يأكل. المهم حط صار يأكل. أنا هذا العاشق الولهان نايم الناسان اللي كنت عم فكر أحكي لكم قصته، وصلنا الحمل وما حكيناها بشكل كامل. المهم فكان وقتها يعني الشاب صراحة أنا غيرت رأيي، بطلت أحكي لكم لأنه يعني صار هون في مثل ما يقول نميمة بالموضوع، فرح ما رح أحكي تمام. فبأنه وصلنا نكتفي هون وخلص نصف السيارة نوقف تمام. بس أردن مش في أردن بس هيك أردن تمام. كان واصل بس أصفها من النص تمام. ننصفها ونحكي لكم قصة تانية إن شاء الله، بس مو هلا، الفيديو is for الأسبوع الجاي، لأنه رح تشوفوا الأسبوع الجاي يوم الأحد مثل اليوم قصة تانية، فيديو تاني، بس رح يكون أطول من هذا، لأنه طويل صار الفيديو صار قصير، والقصة حسها ممتعة يعني مو ما ممتعة، هي ممتعة قصة صراحة، وكنت أحكيها بس، ولكن يعني أنا هلا في نصف القصة يعني رجعت نفسي ما بصير أحكيها، لأنه الله هيك مبين إنه عليه، بس خلص بحكي لكم بحكي لكم بحكي لكم عليها، بس شنو بحكيها؟ بحكيها بطريقة غير مباشرة، فهمتوا شلون علي؟ بحكيها بطريقة غير مباشرة بحيث انه تاخذوا انت التفاصيل بس لا تركزوا انه مين هو الشخص تمام. والفيديو الجاي ان شاء الله راح نحكي لكم فيه، يعني كان الديركسيون عن صوت الموسيقى شيء مو طبيعي. والفيديو الجاي ان شاء الله راح ينزل احد الجاي، راح احكي لكم قصة تانية ان شاء الله، بس ولكن هالقصة راح تكون مختلفة عن القصة اللي هلا حكينا لكم اياها. راح تكون عن حياتي الجامعية في الجامعة، بس ولكن مهم سورية بتركيا، راح احكي لكم عليها بسورية إذا بدكم، أو أعطيكم لكم الخيار، أنتم اكتبوا لي تحت التعليقات تريدوا قصة من القصص الجامعة اللي صارت معي هون في تركيا، أو القصة اللي قصص الجامعة اللي صارت معي بسوريا، أو إذا تحبوا أحكي لكم قصة تانية كمان على الطرقات، لأن إحنا بالطرقات في قصة امبارح تذكرتها بإيران، على حدود إيران، رحنا على حدود إيران، حدود العراقية الإيرانية التركية بينها ثلاث مناطق، في منطقة رحت عليها وصارت معي قصة، هي ما كثير يعني، بس أنا تفاجأت جدا بالموجودة هنا. فإذا بتحبوا أحكي لكم هاي القصة، أو أحكي لكم قصة الجامعة في تركيا أو الجامعة في سوريا، أحكي لكم بعض القصص النهفات أو صارت قصص صارت معي. وبس بكل هون وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسونا تحت التعليقات واللايك والاشتراك، وستنونا في يوم جديد الحلقة جديدة إن شاء الله. طبعا هاي القصص واحدة من هذول القصص رح أحكيها أسبوع جاي يوم الأحد الساعة 6 رح نقول لكم هذا الفيديو اللي بيحكي لكم فيه واحدة من القصص حسب التعليقات رح تجيني، يعني أكثر تعليق رح يجيني عن أنا قصة رح أحكيها. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.